بآخر فقرة معنا كلينيك اليوم معي دكتور نخلي مهنا. صباح الخير. صباح الخير. حضرتك أخصائي جراحة عظم وتحديدا جراحة العمود الفقري. مزبوط. اللي الكل ما في حدا بفتكر بلبنان ما عنده وجع بظهره. أكترية. ديسك مش ديسك هون السؤال. بقى اليوم رح نحكي أكيد عن هالموضوع بالتحديد، عن موضوع الديسك، كيف بنقدر نعرف إذا ديسك أو لا، كيف بتتم معالجته، وأيمتى منلجأ للجراحة دكتور؟ يعني دايماً بنسمع أنه معكم ديسك أو معكم طرف ديسك أو في بانسما، يعني بنضيع أوقات بالموضوع. الأكترية اليوم نحكي عن كل الناس عندها أوجاع ظهر أوجاع رقبة. بالمبدأ في ناس عندها ديسك، بس مش معناتها كل الناس بتكون عندها اوجاع ريليتد للديسك اللي عندها او الديسك هو اللي عم يعمل لها اوجاع. الفكره انه اليوم انا جاي نحكي اكثر عن الناس اللي عندهم ديسك طالع لبرا وبسموه هرنييتد ديسك، يعني طلع الديسك من محله وعم يكبس على عصب نازل لعنا. مثل ما بتعرفي اليوم بالظهر او حتى بالاعصابنا بتنزل من راسنا لتروح لمحل معين او الايد او الاجر. فوقت بيطلع ديسك عنا بالمبدا بيكبس عصب من هالاعصاب ببلش نحس اوجاع بالمنطقه اللي بيعطيها هيدا العصب. سو وقت بحدا بيصير عنده ديسك او بيقولوا طلع ديسك عنده لبرا او كبس بيعمل له اوجاع بالعاده اكثر محلات هي او الرقبه او وجع الظهر. 90% وجع ظهر او 60% ب 40% رقبه. اكثر محلين هن اخر خرزتين بالظهر من تحت، الرابعه والخامسه والخامسه والاسوان، وبالرقبه بين ال 5 6 6 7، الخامسه والسادسه، السادسه والسابعه. سو هول اكثر الناس. بس دكتور يعني لا يتشخصوا لازم اكيد يكون في تصوير او بس من الفحص السريري؟ نو بالمبدا نعمل تصوير، بس مش انا مرضاي بالعاده بشوفهم. اذا شفته عنده اوجاع رقبه او وجع حتى ريليتد للديسك بحطه على دواء للوجع وبوديه لجامعتين لثلاثه. 70% من الناس اللي عندهم ديسك بيروحوا لحالهم وما بيعوزوا عمل جراحي. لانه اللي بيصير وقت الديسك بيطلع لبرا بيعمل شيء بنسميه انفلاميشن، بيصير الجسم يحارب ضده وبيعمل ورم حواليه، بين العصب مع الوقت بيصير مضغوط بيعمل الاوجاع. اذا بننطر عليه اوقات جمعتين لثلاثه او اربعه مع تريتمون نحن بنسميه سيمتوماتيك، يعني ادويه للوجع ليصير الانسان قادر يتحمل الوجع اللي موجود، ممكن مع الوقت ما يعوز عمل جراحي. 70% ما بيعوز عمل جراحي، بيبقى في 30% بيبقوا مع الوقت وعم يعملوا اوجاع، هول اللي بيعوزوا عمل جراحي. هيداك في كثير ناس، في كثير حلول قبل الجراحه اللي هن دواء للوجع، فيزيوثيرابي، حتى في ناس نعمل لهم ابر بقلب ظهر او بالرقبه قبل ما نوديهم للجراحه. يعني اهم شيء نعرف انه ممكن مزبوط تنحل مشكله الديسك من دون جراحات، لانه دغري يعني بيخطر ببالنا انه ديسك جراحه يعني خلص انقضى علينا، مش صحيح الحكي. اكثريه الناس تعتبر ديسك بعد أسوأ من الكانسير، حتى بشوفهم بخوف بالفعل. اي عندي ديسك؟ نو ديسك اخر خبريه، مش هلات بتفزع له حلول. اليوم اذا بنطلع بامريكا بيتينج ماني اهم واحد بيلعب NFL عامل ديسك برقبته. في ناس طيارين تبع حتى الاير فورس 1 بامريكا، الطيارين الجويه في منهم عندهم ديسك والتقوا نوع من بروتيز نحط لهم اياها بتشتغل محل الديسك، بتعمل نفس الشيء وبيرجع البرفورمانس ذاتها بترجع الاداء، بيسوقوا طياره اف 18 اف 19. والرياضيين بما انه حضرتك اخصائي كمان فيهم يرجعوا يلعبوا وبيرجعوا اكثريه. عم بحكي بيتينج ماني من اهم اللعيبه اليوم بالان اف ال الموجودين، عمل ديسك برقبته نفس الشيء، عمل عمليه ورجع. سو ما نخاف من الديسك واللي يكون تابوه، يعني انه لا بفضل يكون معي كونسير مش ديسك او شيء، كله له حلول، كله له وقت، بس مش على طول اول حل هو جراحي. في الاوقات اللي بدنا نفهمه، كثير ناس اليوم بفضلوا الحل السريع. يعني حدا بتقول له روح عمول دايت، نزل وزنك، خبريه بدها شويه وقت، ما بفضل، لا بفضل روح عمليه لانه نتيجتها اسرع. يعني حتى حضرتك كجراح ما بتنصح كثير انه الحل الاول يكون جراحه، لانه اكيد يمكن ضرر العلاج اخف. مزبوط. نقول لهم كومبليكاسيون او لا سمح الله في تنشيل ديسك وصار معنا مشكله، بيكون بالمقل خطر على المريض. بهيدا الاساس انا بفضل اليوم كل شيء مش جراحي، وانا جراح وهيدا شغلي، لاوصل لمحل قول انا ما بقى في محل للعلاج المش جراحي، نروح لجراحه بعدين. وهيدا الاساس. دكتور رح نحكي عن تفاصيل الجراحه انما بعد هالوقفه القصيره.
تابعين حديثنا بكلينيك مع دكتور نخلي مهنا، اخصائي جراحه عمود فقري. دكتور كنا عم، وايضا اخصائي كمان للرياضيين مثل ما كنا عم نحكي بنادي بيبلوس، كنا عم نحكي عن اي متى الانسان ممكن يلجا لجراحه الديسك من بعد كذا علاج ومن بعد فتره زمنيه بنراقب فيها المريض لحتى نجرب قد ما فينا يعني انه نتفادى هالعملية. وصلنا على العملية، شو ممكن تكون المخاطر وقديه بدأ اهتمام من بعدها؟ وأكيد السؤال اللي بيطرح نفسه دكتور، هل ممكن نعيد نشاطاتنا الرياضية؟ اللي أكيد بالموضوع أنه اليوم تغير كتير الطب عن قبل. قبل كان الناس تقول له بدك تعمل عملية ديسك بدك تنام جمعتين وبتنام شهرين. أنا اليوم قادر أعمل عملية لمرضاي بفلوا بنفس النهار على البيت. إذا بنطلع هون هيدا ديسك طالع وهيدا اللي كنا عم نحكي عنه، الصورة اللي فوق بتدل هيدا العصب اللي رايح من هونيك لينزل على الإيد أو على الإجر. هون الاخضر هو الديسك اللي طالع عم يكبس على العصب. هالماتيريال اللي بتطلع لبرا ممكن مع الوقت تروح لحالها وما تبقى موجوده. يعني بالصوره يلي فوق الزهر والاخضر، الاخضر اللي طالع هو مش اللي بيطلع الديسك اللي لبرا، اللي تحت يلي لازم يكون هيك هيك نورمال بتكون. اللي فوق هو ديزيز. نعم. اذا بنطلع على اليرام بنشوفه اللي على الشمال هونيك في عندنا ديسك طالع لبرا وكابس. نفس الشيء هون موجود، طبيعي هذا المريض يكون عنده وجع على اجره الشمال موجود بنفس المحل اللي هو. So, مع الوقت حتى لو الديسك هالقد كبير ممكن لحاله يرجع يروح بصح 100%، ممكن لحاله يروح 70%. اذا وصلنا لمحل بعد شهر او شهر ونص مريضي مزعوج، هيدا ديسك بالرقبه فوق مع عصب الرقبه عاطي نفس المشكله على طول عنا عم يخزق ويطلع لبرا. والسبب هو قلت الرياضه الاكثريه من قومها، العمر، الاشياء اللي بتكون يعني قلة الرياضة ممكن تضر، وكمان كثرة الرياضة وكثرة الرياضة بتضر الاثنين، البالانس بين الاثنين. يعني دائما الشخص لازم اول ما يحس بأي عارض مؤلم انه يجرب يخفف شوي او يتوجه ل او يشوف اخصائي يرجع من وراء الموضوع. نعم. هيدا واحدة من العلاجات اللي بتصير لديسك الرقبة، واللي هون شايلين الديسك وحاطين محله بنسميها فيوجن، حولنا العظمتين لعظمة واحدة. نعم. هيدا الماتيريال هو المسميه بروتيز ديسكال، هو نوع مثل ديسك بيركب محل الديسك القديم. هيدا الوحيد اللي بيخلي الموشن وبيشتغل محل الديسك. بيشتغل مثل كانه الديسك القديم. وحتى اليوم عم نحطه عند ناس بامريكا خاصه بيطلعوا طيارين، لانه طيارين ما فينا نثبت لهم رقبتهم. نعم. هول الناس فيهم يفلوا على البيت بنفس النهار وبيرجعوا الحركه بنفس النهار، ما بيلبسوا كولر، ما بيلبسوا شيء دغري. يعني ما بقى في هيدي قصه النوم وال ما في. اليوم كل التكنيك تغيرت. حتى اليوم قادرين نحن نعمل عمليه بجرح 1 سنتيمتر، مفلل مريضنا على البيت بنفس النهار، ما بينام بقلب المستشفى، ببلش يرجع يلعب بعد 4 جماع اذا كان حدا من اللي بيلعبوا فوتبول او باسكتبول، تقريبا من 4 ل 6 جماع. والوجع؟ الوجع ما في وجع، بالاكثريه بفلوا على بنادول على البيت. بنادول بهيك تكنيك شغل. هون اذا بتطلع 1 سنتيمتر قد ايه بدها وقت العملية؟ ساعتين، ساعتين او ساعتين ونص. واو، يعني عن جد هالتطور قد ايه ممكن يكون؟ اذا هون عم نعمل عمل ديسك بقلب تيوب، هول تيوب تقريبا 1.8 سنتيمتر، يعني 2 سنتيمتر تقريبا، عم نشيل الديسك بنشوف على الصورة اللي فوق، هذا جرح تحت بظهره للمريض، المريض بفل بنفس النهار على البيت. نعم. وما عنده أي مشكلة. نعم. ومن بعد العملية معايدة النشاطات قد ايه بدها وكيف ممكن تتراقب؟ هل ممكن يعوز علاج فيزيائي؟ هل ممكن يعوز مراقبة يعني من قبل الطبيب أيضا؟ كل مريض أنا برجع بشوفه على جمعتين، على ثلاث جماع، على شهر ونص، على ثلاث أشهر بالمبدأ. نعم. بس أنا بس بشوفهم لأطمن إنه كل شيء عم بيكون منيح. كل مريض بيفرق عن الثاني، وكل سبورتيف بيفرق عن الثاني، حتى الناس العاديه بتفرق عن السبورتيف. نعم. بالمبدا الاوجاع الرهيبه مش موجوده، بتفل دغري ورا العمليه. بضل عنده شويه اوجاع بظهره طبيعي، لانه في نحن عاملين جراحه قد ما تكون صغيره، بس انه في اوجاع بسيطه مقبوله نهار او اثنين. انا مش من زمان كنت عامل مريض هو بيقولوا تراك درايفر بيسوق، رجع يسوق بعد خمس ايام او جمعه رجع على شغله وكل شيء تمام. بس في ناس بتعوز شويه فيزيوثيرابي اكثر من ناس. وهل ممكن يعوزوا كمان بعض التمارين الرياضيه للمدى الطويل؟ انا بنصح كل الناس يكون عندها ساعه بالنهار او ثلاث ساعات بالجمعه يقدروا يعملوا فيهم تمارين، لانه هيدا الجسم اللي عندك اياه اليوم هو ذاته بده يكون معك على 70 وعلى 80، اذا بدك اياه يوصلك بدك تعتني فيه. هل ممكن يعايد الديسك؟ بنفس المحل الريسك هو 4%، لانه احنا فتحنا خزق صغير لنشيل ماتيريال من الديسك تنشيله. وباقي المناطق من العمود الفقري ممكن بيصير عندك ديسك بمحل اعلى. في استعداد لاشخاص اكثر من غيرهم؟
طبيعة الشغل عند الناس اللي بيشقلوا كتير، هيدي واحد منهم اللي بيلعبوا نسميها كونتاكت سبورت مثل امريكان فوتبول او بيلعبوا مصارعة او الفيزيكال اكتر الواحد طبعاً. الناس اللي بيقعدوا كتير سيدنتري يضلوا قاعدين على كرسي، هول الناس مع الوقت الديسك تبعهم بينشف لانه مش عم يعملوا حركة. نعم. سو بصير عندهم مشاكل اكتر من غيرهم. دكتور، على سيرة الرياضة طبعاً، المشي او الركض مضر مزبوط بالديسك؟ بالمبدأ الركض اكثر من غيره، لانه احنا بنركض جسمنا بنسميه باوندينج، يعني بصير وزن الجسم عم ينزل على الديسك او حتى على ركبنا. ضرب 7 مرات بس انا بركض كل النهار. انت بتركض بالشغل؟ هي زيادة بركض كمان بالرياضه، يعني ما في مشكل واحد ينتبه يمكن بحس بفتكر مزبوط بتحسي شويه اوجاع بتحسي قبل. اهلا وسهلا فيك دكتور نخلي مهنو على هالنصايح اللي عطيتنا اياهم. نحن مشاهدينا رح ناخذ وقفه سريعه ومن بعدها بنكون مع اخر محطه لواتسون ام تي في.